حرية الاعتقاد من الأشياء المحترمة جدا، ومن الأشياء الراقية جدا، واللي ما يعترفش بيها إلا شخص محترم وشخص راقي. أختنا سالي نسيم كانت متصدرة الترند في الفترة اللي فاتت بسبب إن هي غيرت ديانتها من الديانة المسيحية إلى الديانة الإسلامية، وطلعت شهادة بإشهار إسلامها. ناس كتير اعترضوا عليها، لكن لغاية آخر وقت كان كل شخص بيجي بيكلمني عن سالي نسيم كنت بقول له إن ليها الحرية إن هي تختار اللي هي عايزاه. العلاقة ما بين الإنسان وما بين الله هي علاقة شخصية، مش من حق أي حد إن هو يتدخل فيها. فده بالنسبة لحرية الاعتقاد، لأن يكون لي أنا الحرية إني أختار ديني بنفسي. أنا شخصيا كشخص مصري نفسي أشوف إن في مصر بيتلغى خالص خانة الديانة، بحيث إن الإنسان يكون عنده حريته إن هو يكون مسلم، يكون مسيحي، يكون ملحد، يكون بوذي، يكون بهائي، يكون يهودي، يكون ايا يكن. المهم ان هو ده يكون اختياره. لكن في فرق كبير قوي ما بين اني اكون صريح في كلامي واتكلم بصراحة واتكلم باللي جوايا، في فرق كبير بين الوقاحة. شتان الفرق ما بين الصراحة والوقاحة. نخلي بالنا هل الإسلام قد ضعف في هذه الأيام وأصبح لا يأخذ إلا البنات الساقطات؟ هل الأزهر الشريف يزدهر بالبنات اللي بتمشي ورا عواطفها عشان هي حابة شاب؟ يعني فحوى رسالته إن هو بيتكلم عن الناس اللي بتخش الإسلام، وتحديدا مركز فيهم البنات أو الأخوات اللي أسلموا حديثا. خلي بالكوا بقى، هو قال جملة أنا مش عارف إزاي كاهن جوه مصر بيقول الكلام ده كده بصريح العبارة. هو بيقول هل الإسلام قد ضعف في هذه الايام واصبح لا ياخذ الا البنات الساقطات هل الازهر الشريف يزدهر بالبنات اللي بتمشي ورا عواطفها عشان هي حابه شاب؟ لا، هم الساقطات دول انا اعرفك عليهم النهارده ان شاء الله. اولا انت بتقول هل الاسلام ضعف؟ لا، هم الناس دول بيدخلوا الاسلام. طب مين الناس دول الاول؟ هل بنات بس؟ لا والله، ده شباب وبنات عادي جدا، شباب وبنات بيتركوا المسيحيه ويخشوا الاسلام. طيب ليه؟ عشان الاسلام ضعيف؟ لا، عشان دينك اللي مش لاقي رد على اسئلتنا، عشان دينك مش عارف يرد على اسئله المسلمين اللي بنسالها، عشان انا بقالي اكتر من سنه بعمل فيديوهات صغيره على الفيسبوك والبابا توادرس طلع وقال اتنين تلاته بيشككوا في الاسلام، واتكلم بشكل ضمني عني انا ومحمود داوود. اسمهم سعيد الدغاله ومجتمع منفخ وتوفيق العلخ وعلي دمدعانا وابو عمر الباحث والاخوه كلهم والاخ اسامه عبد الله، وانتوا الى الان محدش فيكوا كاهن طلع قال يا جماعه احنا هنرد على الاتنين تلاته دول. تخيل انت لما البابا توادرس نفسه يطلع يعلق ويقول محدش يشك في المسيحية. بالنسبة لكلام الكاهن، فكلام الكاهن كلام يؤخذ عليه، الكلام دوت ما يدانش بيه كل المسيحيين، لان هو الكلام ده خارج عن شخص، اللي هو الشخص دوت لا يمثل الا نفسه. ففي النهاية خالص لما يتكلم عن ان اللي بيسلموا هم اخوات، كل هدفهم ان بيجروا ورا رغباتهم ورا مشاعرهم، فده امر ليس بصحيح. ولازم نكون عارفين ان في بعض الناس اللي بيسلموا بيكون عندهم قناعات شخصية بالاسلام، فديت حاجة ما بينهم وما بين الله. لكن بالنسبة لبابا توادرس، البابا توادرس ما تكلمش عن 100 واحد في الفيديو بتاعه. البابا توادرس لما جه يتكلم قال 2 3 طالعين في المقدر جديد، فهو قال 2 3 طالعين في المقدر جديد. فكل اخواتنا اللي على السوشيال ميديا، سواء معاذ عليان، محمود داوود، معرفش مين، فلان علان، كله قاعد يقول لك البابا توادرس بيتكلم، بص البابا توادرس بيتكلم عليا، بص البابا توادرس بيتكلم عليا، بص البابا توادرس بيتكلم عليا. البابا توادرس مش شاغل دماغه بمين اللي بيتكلم، البابا توادرس ما بيفتحش قنواتكم اصلا يقعد يتفرج عليها. هي الحكايه كلها ان في شكاوى بتجيله بيقولوا له ان في اشخاص بيشككوا في الايمان المسيحي بطريقه مستفزه. فالراجل طلع ما كانش بيمدح يعني فيكوا، ولا بيقول ان الناس ديت ناس بروفيشنال في مقارنه الاديان ولا حاجه، لكن الحكايه كلها ان هو بيقول ان الناس ديت مستفزين، فخلاص يعني نكبر دماغنا منهم. الحاجه الاهم من كده ان هو قال كلمه رهيبه جدا، قال ان ايمانك المسيحي او ما فيش ولا سؤال في المسيحيه ملوش اجابه. ممكن انت ما تكونش عارف الاجابه، لكن كل سؤال في المسيحيه له اجابه. انت بتقول البنات الساقطات هم اللي بيدخلوا الاسلام، طيب الساقطات دول مش عايزين يبقوا مؤمنوا ان حبيبي مد يده من الكوة فانت عليه احشائي؟ ده كلام مقدس، ايه رايك؟ مش ده صفر نشيد الانشاء؟ بالنسبه لحبيبي مد يده من الكوة فانت عليه احشائي، ده موجود فعلا في سفر نشيد الانشاد، وسفر نشيد الانشاد احنا منزلينه على الانترنت، واحنا بنقعد ناخد تاملات فيه، وفي كتب كمان بتفسر سفر نشيد الانشاد. وعلى فكره مش بنتكسف ابدا من الكلام اللي عندنا، ولا شايفين ان هو كلام يكسف،
لكن في رسالة تيتوس إصحاح 3 عدد 1 بيقول كده: كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فلا شيء طاهر. فلما أجي أقول حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي، سوري، الكوة دي في مفهوم حضرتك عبارة عن إيه؟ يعني هل حضرتك متخيل إن الكوة دي هي كوة حضرتك وأنا بمد إيدي؟ لا خالص، الكوة دي هي شراعة الباب، هي الحكاية كلها إن هو بيقول حبيبي واقف على الباب وعمال بيخبط على الباب، وبعد كده إيه اللي حصل في النهاية خالص؟ بتقول فحبيبي مد يده من الكوة، الكوة اللي هي الشراعة اللي موجودة في الباب نفسه. فهنا بيقول حبيبي مد يده من الكوة، يعني مد ايده من الشراع علشان هو يفتح، لكن في النهاية تحول عني وعبر. فهنا كان الخطاب ما بين عروس وعرسها: حضرتك بتتدخل ليه؟ حضرتك متضايق من ايه؟ ايه اللي ينرفزك هنا؟ شايف ان الكلام هنا كلام غير اخلاقي، لكن لما اجي احط لك نص زي ده، هل حضرتك تقدر تطلع تقراه قدام الناس وقدام الجمهور وتطلع تقدر تقوله بمنتهى البجاحة كده وتطلع تقوله زي ما هو مكتوب؟ أنا بقول لحضرتك مجرد أنك هتطلع تقرأ أثر من آثار كتبك فقط لا غير. شوف حديث الأسلمي بيقول إيه: الساقطات دول مش عايزين يبقى في كتابهم الإلهي مكتوب وفرجتي رجليك لكل عابر وأكثرتي زناكي. إيه رأيك؟ هم مش عايزين يبقوا مؤمنين في سفر حزقيال موجود النص ده بيقول وفرجت رجليك لكل عابر، لكن الجميل انك لو قريت الكتاب ما تاخدش منه مقتطف وتطلع تجري بيه وتقول لي ان الكتاب هنا بيتكلم عن امراه فرجت رجليها لكل عابر. لكن في نبوه حزقيال في البدايه خالص بيتكلم عن مدينه اورشليم، بيقول مدينه اورشليم ذهبت الى الزنا الروحي. ايه هو الزنا الروحي؟ ان هي تركت الهها وبدات ان هي تبص للمعبودات زي جيرانها اللي حواليها زي مصر وكوش و و و و الى اخره، فبدات ان هي تعمل العبادات الوثنيه زيهم. فوصفهم ربنا في سفر حزقيال بان هم زناء روحيين، وبدا ان هو يقول وفرجت رجليك لكل عابر. يعني ايه وفرجت رجليك لكل عابر؟ يعني انت خلاص في الوقت ده بقيتي مستباحه لكل شخص معدي، لكل ديانه معديه، لكل اله معدي. لان هنا تفريج الرجل هو المفروض علشان يكون في اطار صحيح يكون ما بين المراه وزوجها. فهنا لما بيوصف الوصف ده بيقول لهم انتوا وصلتوا في حالتكم الروحية لحالة من الزنا وحالة من الاشمئزاز وحالة من العهارة والنجاسة. ده اللي عايز يقوله لهم. فايه الاعتراض عندك على كده؟ البنات دول اللي انت بتقول عليهم ساقطات مش عايزين يبقوا مؤمنوا ان في كتاب ربنا بالنسبه لهم. نص بيقول: قلت اني اصعد الى النخله وامسك بعزوقها وتكون فدياك كعناقيد الكرب. الساقطات اللي انت بتتكلم عنهم دول مش عايزين يبقوا مؤمنين بكتاب بيتكلم عن الاعضاء التناسليه للرجال وبيشبهها باعضاء الحمير. عارف انت متخيل المنظر؟ هم مش عايزين يبقوا مؤمنين ان ده كلام ربنا. مره تانية برضو بنذكر الناس ان الكتاب هنا ما بيتكلمش عن امراه او بيقول للمراه روحي اعملي كذا او كذا او كذا، ده الله هنا بيشمت خطيه، الله هنا بيدين خطيه، فبيتكلم عن امه اسرائيل. بيقول لما نزلت في ارض مصر عملت ايه؟ بدأتي انك تتعبدي بمعبوداتهم، بدأتي ان يكون لك نفس العبادات الوثنية بتاعتهم. فبيقول هنا عن الوصف القبيح اللي كان في أمة إسرائيل في الوقت دوت من الوثنية ومن النجاسة الوثنية، فبيقول انك عشقت معشوقيهم الذين لحمهم أو لحمهم كلحم الخيل وغلتهم كغلة الخيل وماءهم كماء الخيل. فهنا بيوصفهم بالحيوانات، فبيقول هنا ان من كتر الزنا بتاعك انت رحتي مشيتي ورا ناس للاسف شبه الحيوانات، انت تركتي الاله المستحق العباده لتعبدي مستعبدات او تعبدي معبودات لا ما انزل الله بها من سلطان. فهو عايز يوضح الحته دي. الحاجه الثانيه لما اجي ابص للنص، النص هنا ما بيؤمرش الناس ان هم يروحوا يزنوا، لكن هو هنا النص بيشرح حاله من الزنا وبيشجبها وبيدينها وبيقول المفروض ان ما يحصلش كده. فهل معنى كده ان الله بيدين الخطيه وبيوصف شكل الخطيه بالشكل القبيح ده يبقى انا كده في الحاله دي ده مش كتاب سماوي؟ امال ايه الكتاب السماوي؟ عايزهم يبقوا مؤمنين ان في كتاب ربنا بالنسبه لهم. نص بيقول: لنا اخت صغيره ليس لها لا مؤاخذه سديان فماذا نفعل عندما تخطب. عايزين يبقوا مؤمنين ان ده كلام ربنا. الغريب ان دايما لما بتيجوا بتفسروا الكتاب المقدس بتفسروه بتفسيرات جنسيه، يعني حتى مش مجرد تفسيرات حرفيه. فالكتاب المقدس هنا لما بيتكلم عن الكنيسه او بيتكلم عن المراه او بيتكلم عن شلميس او بيتكلم عن اورشليم
لان في بدايه سفر نشيد الانشاد بيقول كده: نشيد الانشاد الذي لسليمان. فالنشيد هنا موجه من ملك اسمه سليمان، وكلمه سليمان في العبري بتاعها اللي هي شلومو معناها رجل السلام. ولما اجي افسرها او اقارنها مين هو رجل السلام في الكتاب المقدس، هلاقيه هو شخص ربنا يسوع المسيح اللي مكتوب عنه في نبوه اشعياء: ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام او رجل السلام. فاذا هنا لما بيقول نشيد الانشاد الذي لسليمان اي لرجل السلام، يعني نشيد الانشاد موجه من المسيح الى مين؟ الى امراه اسمها شولاميس. فلما تيجي تراجع سفر نشيد الانشاد يقول كده: ارجعي ارجعي يا شولميس، ارجعي ارجعي فننظر اليك. كلمه شولميس لما حضرتك تيجي تدرس سفر النشيد هتلاقي ان معناها مدينه السلام او امراه السلام. طب مين هي مدينه السلام او امراه السلام؟ مدينه السلام او امراه السلام كما ذكرت في سفر الرؤيا لما يقول: ورايت اورشليم السماويه. مدينه السلام امراه كامراه مهيئه الى رجلها، فبيتكلم هنا عن الكنيسه، فالكتاب لا يفسر الا بالكتاب. فهنا نشيد الانشاد هو عباره عن سفر غزلي، سفر مكتوب بلغه الشعر، مكتوب من رئيس السلام اللي هو يسوع المسيح الى شولاميس اللي هي الكنيسه. فلما بيتكلم هنا عن الثدي مش معناها الثدي اللي حضرتك عارفها ان المراه تبين صدرها او تتحصر او الى اخره، لكن المقصود هنا زي ما بطرس الرسول شرحها في رسائله وقال: ارضعتكم اللبن العقلي عديم الغش. الرضاعه بتكون من خلال الثدي، فمعنى ان هي ملهاش سديان، المعنى هنا ان هي ما عندهاش كلمه الله، مش ممتلئه بكلمه الله، ما تعرفش تعطي كلمه الله. فبيقول في يوم خطبتها لما تيجي تلتصق بالله فماذا نفعل؟ هو ده المقصود يا استاذ معاذ. انا مش هقولك مين الساقط ومين الساقطه، انا مش هقولك ان الكتاب ده بالنسبه لك ده كتاب ربنا بس له ملحق تاني. هم مش عايزين يبقوا مؤمنين ان كتاب ربنا مش واحد. دول الساقطات اللي انت بتتكلم عنهم، الساقطات اللي انت بتتكلم عنهم دول مش متحدد لهم كتابهم كام صفر، لان هم معاهم نسخه بتاعه البروتستانت وانتم مؤمنين ب 73 صفر، فعملتوا ملحق. هم دول الساقطات. هو كمان من ضمن الحاجات اللي مفهومه غلط، ومن ضمن الحاجات اللي لازم عشان اتكلم فيها يكون عندي خلفيه بالنقد النصي وعلم النقد النصي، هي الكتاب المقدس واسفاره والاسفار القانونيه الثانيه او الاسفار المحذوفه. يعني ما ينفعش ان انا ما يكونش عندي علم بالكتاب المقدس وما عنديش علوم عن النقد النصي، وفي الاخر خالص ادخل اتكلم فيها اقول لك الكتاب ده 66 صفر والكتاب ده 73 صفر. طب قول لي ده 66 صفر ليه وده 73 صفر ليه؟ اقول لحضرتك لان الترجمه السبعينيه اللي ترجمها 72 شيخ من شيوخ اليهود لترجمه في القرن الثالث قبل الميلاد، لما جم يترجموا التوراه من العهد اللي هي التوراه العهد القديم، كتب العهد القديم من اللغه العبريه الى اللغه اليونانيه بامر من بطليموس احد بطالمه اليونان، بداوا ان هم يجيبوا الاسفار الموحى بها من الله فقط لا غير ويترجموها. فلما خدوا الاسفار ديت وترجموها قالوا احنا هناخد الاسفار الالهيه فقط، فالكتب التعليميه مش هناخدها، الكتب التعليميه اللي هي الاسفار القانونيه الثانيه. ليه؟ لانها مش بوحي الهي. فبداوا يترجموا الترجمات اللي هي اللي اعتمدوها بان هي وحي الهي، فطلعت ما بين ايدينا 66 صفر. لكن لما جه جيروم في القرن الرابع قام جاي بدا ان هو يترجم ترجمه الفولجاتا، فبدا ان هو ياخد الاسفار او النص العبري اللي كان موجود في وقتها والنص اليوناني اللي كان موجود في وقتها، وقام جاي مترجم النص اليوناني للنص العبري كمان وترجمهم ل 73 صفر. طب ليه ترجمهم ل 73 صفر؟ لان ترجمه جيروم ما كانتش معتمده على الكتاب المقدس فقط، لكن كانت معتمده على الكتاب المقدس وكمان الاسفار التعليميه. الساقطات اللي انت بتتكلم عنهم دول مش عايزين يشوفوا ان في واحد بار المفروض في الكتاب المقدس لكنه فعل الفاحشه مع بناته الاثنين، مش عايزين يبقوا مؤمنين ان سليمان عليه السلام كفر في اخر ايامه. الغريب دلوقتي ان احنا نشوف ان كل من يجهل الكتاب المقدس جاي بيتكلم فيه. هم بيقولوا ان بيقول هنا الاخ ان الاخوات اللي هم بيقول عليهم ساقطات ابونا، طبعا انا ضد اللفظ اللي قاله ابونا، لكن هنا بيقول ان هم مش عايزين يكونوا مؤمنين ان رجل بار كما ذكر في الكتاب المقدس عمل الفاحشه مع بناته الاثنين. لما اجي ابص للرجل البار اللي هو نوح اللي زنى مع ابنتيه، للاسف هو ما راحش يزني مع بناته، ده هم بناته سقوه خمر. فهنا حتى احنا كمسيحيين في العظات بتاعتنا لما بنتكلم عن نوح بنقول ان هو سكر وتعرى. ليه سكر وتعرى؟ يعني في النهايه خالص الله بيجي بيدين خطيه السكر والعربده لان هي بتذهب عنه العقل
ففي الحاله دي ممكن ان هو يعمل خطيه وهو مش واخد باله، ممكن هو يعمل شيء ماشين وهو مش واخد باله. ففي الوقت ده مش هو كمان اللي عمل الفاحشه، لا ده البنت الكبيره هي اللي دخلت عليه الاول وقالت يلا بقى ندخل على ابينا كي نقيم لنا نسلا، وقامت جت الصغيره بعد كده دخلت عليه. طيب هل دي حاله زنا محارم ودي خطيه كبيره جدا؟ هل الكتاب المقدس او الايمان المسيحي كان مؤيد ليها؟ بيقول لنا يعني مثلا هل الكتاب المقدس بيقول لنا يلا يا مسيحيين روحوا اعملوا زي نوح، روحوا اعملوا زي بنات نوح؟ بالعكس، ده الكتاب المقدس بيدين هذه الخطيه. يبقى في الحاله دي انا لازم اقف وتعظيم سلام شابوه للكتاب المقدس اللي بيعلمني الاخلاقيات، اللي بيجي يشجب ويقف قدام الخطيه ويقول دي خطيه ودي غلط. نيجي لسليمان، للاسف هو برضه ما عندوش خلفيه تاريخيه بالكتاب المقدس، وقلت ان حتى دراسته على قدها، يعني هو طالع بيعمل فيديوهات للاسف هي على قدها، كلها على قدها وكلها مردود عليها. وزي ما قال البابا تواضروس ان احنا ما عندناش سؤال في المسيحيه ملوش اجابه، كل الاسئله عندنا ليها اجابه، ربما بعض المسيحيين ما يعرفوش الاجابه، لكن كل سؤال في المسيحيه له اجابه. بيقول ان سليمان كفر في اخر ايامه وزاغ في اخر ايامه، للاسف سليمان عمل كده بالفعل في اخر ايامه، لكن تاب ايضا في اخر ايامه. والدليل على كده سفر الجامعة اللي كتب سليمان، ان هو قال فيه او العبارة المشهورة او فيه ان الكل باطل وقبض الريح، قال كل اللي انا عملته وكل اللي انا سويته وكل اللي انا اخدته وكل المتع اللي اتمتعتها وكل وكل وكل، فاذا الكل باطل وقبض الريح. وينهي سفر الجامعة بالمقولة المشهورة ام جاي قايل ان رأس الحكمة هي مخافة الرب. انتوا ما عندكوش اسئله او ردود على اسئلتنا، فعشان كده بيتركوا المسيحيه، وانت طالع بتقول محدش ليه بيتكلم عن اسباب تركوا المسيحيه. ما هو في سؤال، يعني البنات اللي اسلمت احنا ما سمعناش ان في يوم من الايام بنت اصبحت داعيه اسلاميه، ما فيش بنت في يوم من الايام عملت مقارنه في حياتها في المسيحيه وحياتها في الاسلام. لا والله هو في، بس انت مش متابع. مش مشكلتنا جهلك، بل والغباء اللي انت بتتكلم بيه بيدل ان انت حتى ما سالتش، يعني انت طالع بتنفي شيء انت ما عندكش معلومه بيه. من ناحية الردود على المسيحية عندنا دكتور جون، دكتور في الدفاعيات، وبدأ ان هو يرد على كتير من الاسئلة ورد فعلا على كتير من الاسئلة. عندنا موقع للدكتور هولي بايبل او الدكتور غالي الشهير بهولي بايبل، والموقع ده كل الشبهات اللي حضراتكم جايبينها موجودة فيه وهو ردد عليها. عندنا ابونا عبد المسيح بسيط، الكتب اللي عاملها والحلقات اللي عاملها والبرامج اللي عاملها كلها بترد على الشبهات وبترد على الاسئلة. عندنا كتاب اسمه شبهات وهمية للأسيس ميس عبد النور، بيرد على الشبهات وبيرد على الأسئلة. عندنا كتير من أساتذة اللاهوت بيردوا على الأسئلة، عندنا وعندنا 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 وبيردوا على الأسئلة. كذلك أديني أنا العبد الفقير لله طالع وبرد على كل الأسئلة بتاعتك بكلمتين، لأن كل الأسئلة بتاعتك باطل وقبض الريح. عندك اخونا باسم سليمان كان نصراني وكان شماس واسلم لله رب العالمين، وله صور بالتونية بتاعته وهو شماس وصور وهو مسلم، ودلوقتي هو اللي بيساعد كمان الاخت سالي او هو المحامي بتاعها. عندك الاخ عمر صبحي كان نصراني برضو واسلم، وعنده قناة على اليوتيوب بيتكلم فيها ليه ترك المسيحية وليه دخل الاسلام. عندك الاخ يوسف مرزوق برضو اخ كان مسيحي واسلم وترك دين حضرتك لان انت ما عندكش رد على اسئلته ودخل الاسلام. يا سلام، اما قصة عبرة صحيح. يا سلام، ايه يا عم حسيت ان انا بحكي لك الخطايا. وبره مصر بقى عندك اخونا الشيخ خضر كان مسيحي واسلم برضو، عنده قناة برضو بيتكلم في نفس الاسباب. عندك الاخت روبا قعوار برضو كانت مسيحية واسلمت وعيلتها كلها قساوسة. عندنا الاخ رشيد كان مسلم والحمد لله تنصر لله رب العالمين. عندنا الاخ اندرو حبيب كان مسلم والحمد لله اصبح مسيحي على ملة التلاميذ للمسيح. عندنا الاخت فرحة، عندنا الاخت اماني، عندنا ناهد متولي، عندنا اسف نور، عندنا كتير من المتنصرين. لكن للأسف اللي عايز اقوله لك برغم كل ده ان المتنصرين اصبحوا دعاة. النهاردة لما اشوف برنامج انا مش كافر بيناقش القضايا الاسلامية ويناقش القضايا المسيحية، لما اشوف برنامج سؤال جريء، لما اشوف برنامج عبد الفادي اللي بيناقش فيه الاسلاميات ويناقش فيه المسيحيات، فكل البرامج دي بتثبت ان المتنصرين او الناس اللي تركوا الاسلام واصبحوا مسيحيين كل دول اصبحوا دعاة للمسيحية ولكن ليس دعاة الاسلام. احنا نفسنا
تاركين للإسلام، تاركين هذه الشريعة، والشريعة هي دينك ودين أمك ودين أبوك. وعندك بقى من الاخوات، عندك الاخت مريم غبور، دي كانت خادمه في كنائس البروتستانت ودلوقتي هي مسلمه، وبتقول انا ليه اسلمت وليه تركت المسيحيه، لان هو دين ثالوث بيعبدوا فيه عيش، هي مش عايزه تعبد عيش. بالنسبه لمريم غبور ديت بقى موضوع تاني خالص. بالنسبه لموضع مريم غبور، لما جيت دخلت على القناه بتاعتها للاسف لقيتها دارسه في اماكن انا درست فيها، لكن خد بالك من اللي جاي. اول حاجه ادي صفحه مريم غبور قدامك. مريم غبور اول حاجه كتبها عن نفسها ان هي منحدره من اسره من كبار خدام الاخوه البلاميس. فهنا انا بطالب مريم غبور، انت من انهي عيله في الاخوه البلاميس؟ يعني عندنا مثلا يوسف رياض، عندنا ماهر صموئيل، عندنا ايليا كرولوس، عندنا بطرس نبيل، عندنا كثير من خدام الاخوه. مين خدام الاخوه الكبار اللي حضرتك منحدره من عائلتهم؟ ادي اول كذبه. الاخت مريم غبور لا كانت مع كنيسه الاخوه ولا تمس لكنيسه الاخوه بصلة. الحاجة الثانية، مريم غبور قالت ان هي درست 5 مراحل من مدرسة هجاي، وكاتبة كده يعني كاتبة الدراسات بتاعتها ان هي درست 5 مستويات من مدرسة هجاي. للأسف مدرسة هجاي ما فيهاش غير مستويين بس، خدت المستويات الثلاثة التانيين فين الله اعلم. لكن كل ده ملوش عندي الا حل واحد، ان مريم غبور خدت ال3 مستويات دول في العطل. كمان مريم غبور قالت ان هي واخده حاجه اسمها كورس الفا. كورس الفا ده كورس اطفال بيعلم ازاي نشأة المسيحيه، ازاي يعيش الحياه المسيحيه. فهو كورس لا كورس دفاعيات ولا كورس كبير ولا كورس معتمد ولا حاجه. الحاجه اللي بتوهمنا كمان بيها ان هي كاتبه على صفحتها كده ان هي دراسه دفاعيات وكورس مشوره وعلم نفس، تبع ايه؟ جبتيه منين؟ يعني هل الدراسه بتاعتك ديت فين؟ لما تيجي تكتبي الكلام ده، يعني انا دارس دفاعيات، انا دارس كذا كذا كذا، مش لازم اجيب الجامعه اللي انا دارس فيها. لكن هنشوف كمان الجامعه دي ديت مصيبه اكبر. كاتبه ان هي بكالوريوس لاهوت جامعه هارفست، وماجستير من جامعات هارفست وهيرتج اللاهوتيه. فلما اجي ابص على جامعه هارفست وجامعه هيرتج اللاهوتيه وادخل على النت، يعني علشان قلت اكيد يعني ديت جامعات محترمه وجامعات كبيره، لكن لما نيجي ندخل على النت ونكتب على جوجل زي ما احنا شايفين الجامعة هارفست، فليها طلعتني جامعة ملهاش دعوة خالص بالمسيحيات ولا اي حاجة. ففي النهاية خالص ان جامعة هارفست حتى لو هي واخدة شهادة منها، وحتى لو طلعت الشهادة، ففي النهاية خالص ان هي مش كلية لاهوت معتمدة في مصر. يعني مثلا لما تيجي تطلعي لي كلية لاهوت، انا واخدة ماجستير او واخدة بكالوريوس لاهوت من كلية اللاهوت الرسولية معترف بيها، من كلية اللاهوت المشيخية معترف بيها، من كلية اللاهوت المعمدانية معترف بيها، من كلية لاهوت كنيسة المثال معترف بيها. لكن تقولي لي هارفست، ادخل على النت ما لاقيش اي موقع ليهم ولا لاقي اي حاجة ليهم، يبقى باختصار الجامعة ديت موجودة تحت سلم بيتكم. يعني هي كاتبة عن نفسها ان هي الدكتورة مريم غبور، وفي النهاية خالص كاتبة في السيرة الذاتية بتاعتها ان هي عملت مشروع الدكتوراه، لكن للأسف يعني الحمد لله ديت احنا كمسيحيين بنقولها الحمد لله، هي اسلمت قبل مشروع التخرج ب4 شهور، فعشان كده ما خدتش الدكتوراه. طيب حضرتك دكتورة بناء على ايه؟ حضرتك دلوقتي الجامعة اللي واخدة منها الماجستير او الجامعة اللي واخدة منها بكالوريوس اللاهوت طلعت من تحت السلم، حضرتك حتى لو خدت الدكتوراه برضو من تحت السلم، فحضرتك اخرك انك تكتبي مقولات تحت السلم. لغاية هنا مش هنكتفي بالرد على السيرة الذاتية لمريم غبور، لكن كمان مريم غبور هي اتكلمت عن الإفخارستية في حلقة، ودخلت في مناقشات مع القمصي لعبد النور. القمصي لعبد النور طبعا ليه كل الاحترام، لكن هو ملوش في النقد النصي ولا ليه في الترجمات، ومفيش حاجة اسمها أنا دارس ترجمات، ومفيش حاجة اسمها أنا ما بدرس، زي ما قالت مريم كده في الحلقات، وهيكون في ردود عليها جاية في حلقات جاية فتابعونا. فمريم بتقول انا في كلية اللاهوت ما كنتش بدرس تفسير، انا كنت بدرس النصوص. فكلية اللاهوت بتاعتك قالوا لك نفس الكلام؟ لا والله ما قالوا ليش نفس الكلام. لا ما قالوا ليش نفس الكلام. انا ما كنتش بدرس تفسير يا حضرة القسيس، انا كنت بدرس نصوص كتاب، فما عنديش حاجة اسمها تفسير، ومش ملزمة اسمع تفسير حد. كانت مريم غبور تدخل الكلية يقروا لهم النص يطلعوا ما شاء الله هي كده درست.
مش عايزين يعبدوا تلات الهه. هتقولي لا احنا بنقول اله واحد. هقول لك مفيش نص في الكتاب المقدس بيقول ان الاب والابن والروح القدس اله واحد. امين. في النهايه خالص برضو يعني لما بنشوف كلام معاذ وهو بيتكلم عن الثالوث وبيتكلم بكل ثقه ان مفيش نص في الكتاب المقدس بيقول الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. امال متى 28 19 ديت نشيلها من الكتاب المقدس عشان نريح حضرتك يعني؟ وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس باسم ادي واحد الاب والابن والروح القدس. ادي التمايز مع الوحدانيه. طيب في ايات كتير جدا بتتكلم عن الثالوث في الكتاب المقدس. لما اجي عن ايات اللي بتتكلم عن الثالوث في الكتاب المقدس افتح معايا الكتاب اللي حضرتك مش مؤمن بيه عشان تقرا وعلمك. بيقول فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك، لذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهنا بيقول الروح القدس يحل عليك قوه العلي تظللك، ادي اتنين، القدوس المولود منك ادي الثالوث. في لوقا 3:22 يقول ونزل عليه الروح القدس بهيئه جسميه مثل حمامه، ادي الروح القدس، وكان صوت من السماء قائلا انت ابني الحبيب الذي به سررت. يبقى الصوت من السماء هو صوت الاب، وكمان الابن الحبيب اللي كان موجود في النهر هو اقنوم الابن، ادي الثالوث. كمان لما يجي ليوحنا 1:32 و33 بيقول وشهد يوحنا قائلا اني قد رايت الروح نازلا مثل حمامه من السماء فاستقر عليه، ادي الروح وادي الابن، وانا لم اكن اعرفه لكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح. ادي تمايز الاقانيم. كمان لما اجي ليوحنا 14:16 و18 و26 بيكلمني عن تمايز الاقانيم، بيقول وانا اطلب من الاب ادي الاب فيعطيكم معزيا اخر اللي هو الروح القدس يمكث معكم الى الابد. المسيح يقول لا اترككم يتامى اني اتي اليكم، واما المعزي الروح القدس الذي يرسله الاب باسمي ادي الاب وباسم الابن وادي الروح القدس ادي الثالوث. يعني حضرتك افتح من وراي، هي لفظه الثالوث مش هتلاقيها في الكتاب المقدس، لكن عقيده الثالوث هتلاقيها في الكتاب المقدس. في يوحنا 16:7 و13-16 يقول لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي ادي الابن وادي الروح القدس، ولكن ان ذهبت ارسله اليكم، اما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتيه، ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم. بعد كده كل ما للاب هو لي. يبقى اذا الاب والابن والروح القدس موجودين في النص. كمان لما يجي الاعمال الرسل 1:2-5 يقول الى اليوم ما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. بعد كده يكمل وفيما هو مجتمع معهم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني. يبقى موعد الاب سمعتموه مني. طب مين اللي وصى؟ ادي الروح القدس. لما اجي كمان لنصوص تانية بتتكلم عن الثالوث الاقي في رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاول 2 يقول بمقتضى علم الله السابق او علم الله الاب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح ادي الثالوث. كمان في رسالة بطرس الاولى اصحاح 3:18 بيقول فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأسمى لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيي في الروح. أدي الآب والابن والروح القدس موجودين. كمان في رسالة يهوذا إصحاح من 20:21 لأن هي إصحاح واحد يقول وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس أدي الروح القدس واحفظوا أنفسكم في محبة الله أدي الآب منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية أدي الإبن. كمان لما يجي لمتى 28 الآية ديت مهمة جدا بيقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. الآية دي فيها أشياء وتعليم مهمة جدا. أولا فيها الأقانيم الثلاثة متميزة عن بعضها ومرتبطة بحرف العطف و، يعني لما الاقي الآب والابن والروح القدس يبقى الآب والابن والروح القدس غير بعض لكن مرتبطين ببعض بحرف العطف اللي هو الواو. كمان حلاقيها ان ضد هرطقات كتير منها المدلية اللي هو التعليم القائل بان الاب والابن والروح القدس كلهم اقنوم واحد لكن ظهوراتهم مختلفة. كمان حلاقي ان الاقانيم الثلاثة هنا مرتبطة بكلمة اسم فعمدوهم باسم مش باسماء. يبقى اذا اسم شخص واحد اللي هو مين ده؟ مين هذه الشخصية؟ هذه الشخصية هي الاب والابن والروح القدس. كمان حلاقي ان الاقانيم على مقام واحد من التساوي ان الاب والابن والروح القدس مش الاب اقل من الابن ولا الابن اقل من الاب ولا الروح القدس اقل من الابن والاب.
كمان هلاقيها ضد التراتبيه، التعليم القائل بسمو الاب عن الابن والروح القدس. مش عايزين يبقوا بيعبدوا جسد المسيح المخلوق اللي اتحط على الصليب، اللي كان امه شايلاه في المزود لما اتولد في المزود في الزريبه في انجيل لوقا 2:7. هم مش عايزين يعبدوا الطفل ده لان جسده مؤله، ده كلام افنسوس الرسول، فانه اي اللاهوت يؤله هذا الجسد. هم مش عايزين يعبدوا انسان، مش عايزين يعبدوا طفل. ما تقوليش انت بتعبدش انسان، انت بتعبد انسان. معاذ بيقول ان احنا بنعبد جسد المسيح، ما بنعبدش الله المتحد بالمسيح. وبدا ان هو يدي تبريرات، وبدا ان هو يدي كلام للاسف هو مش فاهم، لكن يكفيك اني اقول لك ايه واحده في الكتاب المقدس، وافتح معايا الكتاب المقدس وتعلم بيقول ايه. في الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الثانية إصحاح 5:16، إذن نحن من الآن لا نعرف أحد حسب الجسد. يعني إحنا ما نعرفش الجسد، ما نعرفش جسد حد. الكلام ده عن المسيح؟ عن المسيح. بيقول وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، ولكن الآن لا نعرفه بعد. يبقى إذن إحنا ما نعرفش جسد المسيح، إحنا ما بنعبدش جسد المسيح. كمان افتح معايا موقع الأنبا تاكلة، وهقول لك على كتاب فيه يمكن لما تقراه تستفاد شوية. كتاب اسمه حتمية التجسد الإلهي لحلمي القمص، الكاتب بتاعه هو حلمي القمص. وافتح الفصل اللي بيقول هل جسد المسيح مخلوق، وابدأ انك تقرأ فيه. هتعرف ان جسد المسيح ليس أزلي، لذلك هو طبيعة بشرية عادية ونحن لا نعبد بشر. هتعرف ان جسد المسيح مخلوق واحنا لا نعبد مخلوق. ومستغرب الناس ليه بيتركوا المسيحيه، الكتاب اللي مليان كله تناقضات، اللي هو اصلا مش متحدد اسفاره ومش متحدد ترجمه ثابته ليه. يعني في القران 114 سوره في شتى بقاع الارض، في المسيحيه لا والله ده على حسب الكنيسه وعلى حسب الطبعه. وفي عندنا الكاثوليك طبعين كذا نسخه، وفي عندنا البروتستانت كذا نسخه، بس الاباط الارثوذكس لسه بيفكروا يطبعوا نسخه ان شاء الله في القريب العاجل. يعني ربنا يديهم الصحه بقى ويطبعوها. الكتاب اللي مش متحدد أسفاره ومش متحدد ترجمة ثابتة ليه، يعني ما شاء الله يعني علامة في النقد النصي وفي العلوم الكتابية. أولا الترجمة، إحنا عندنا ترجمات كتير جدا، والترجمات ما هي إلا تفسير للنص الأصلي. إن حضرتك لما تكون غير قارئ لليونانية غير قارئ للعبرية، فالترجمة دي بتسهل عليك النص اللي موجود، ممكن تنقلك المعنى، ممكن تنقلك الحرف، ممكن ما تنقلكش حاجة خالص لو حضرتك مش عايز تفهم. فما فيش حاجة اسمها ترجمة ثابتة، ما فيش حاجة اسمها ترجمة مقررة، ما فيش حاجة اسمها ترجمة ما فيهاش أخطاء، ما فيش حاجة اسمها كده. لا، لو انت عايز ترجع للثوابت هترجع للنص الأصلي، وبما ان حضرتك ما تعرفش ولا عبري ولا يوناني ولا أرامي، يبقى حضرتك مضطر انك تقرأ ترجمة وتتعلم من الناس اللي يعرفوا هذه اللغات. ادي اول حاجة. الحاجة التانية، اختلاف الأصفار كلمتك عنه من شوية وقلت لك ان الأصفار اختلفت بسبب ان في اسفار موحى بيها، ديت اترجمت في الترجمه السبعينيه، في اسفار موحى بيها وغير موحى بيها اترجمت في ترجمه جيروم وبعد كده اتخذت على مدار الكنيسه. فالكنيسه النهارده لما بتحط الاسفار دي، اوكي تحط الاسفار زي ما هي عايزه، وتحط الاسفار التعليميه، ولو عايزين يترجموا الجماره او يترجموا الكتب اليهودية كلها والمكتبة اليهودية كلها بالتلمود بغيره 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 يترجموه براحتهم، لكن الأسفار الإلهية المقر بيها على مستوى العالم وعلى جميع الكنائس، الأسفار الإلهية هي الأسفار 66 سفر اللي اتكتبت لغاية القرن الرابع قبل الميلاد. بعد القرن الرابع مفيش كتابات، لأن دي فترة اسمها فترة الصمت أو فترة صمت الوحي. وانت مستغرب ليه الناس بتترك المسيحية؟ قبل ما تسأل وقبل ما تروح توجه رسالتك لشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، اسأل نفسك انتوا ككهنة ردتوا علينا في ايه؟ انت عندك الاخ وسام عمل داخل في 1000 يوم اتصال، بيتصل على القساوسة من الساعة 8 مثلا للساعة 10 او 11 اوقات طبيعية، لو سمحت انا عايز اسأل في المسيح، ما بيردوش. وانا عملت اتصالات ومناظرات مش وموجود عندي على القناة، ما بتردوش. انتوا ما عندكوش رد على اسئلتنا. البابا تودروس طالع بس بيثبت المسيحيين بكلمتين كده وخلاص، ما فيش رد. فين ردكم؟ ما فيش. فقبل ما تيجي تتهم المسلمين وتقول اصل الاسلام ضعف، اسلام اللي ضعف، انت عارف مين اللي ضعيف كويس. مش عايزين بس نتكلم. انا قلت لحضرتك ان حضرتك مش بتقرا وحضرتك مش متابع، حضرتك موجود بتكلم نفسك وبترد على نفسك. بالنسبه للكهنه عملوا ايه؟ عندنا كاهن زي مين؟ زي ابونا عبد المسيح بسيط. عندنا كاهن زي مين؟ زي ابونا زكريا بطرس. كل دول ردوا على حضرتك، كل دول بيردوا على الشبهات. عندنا واحد استاذ في اللاهوتيات اللي هو مين؟ الدكتور غالي، عامل موقع حضرتك ممكن تزوره واقول لك اسم الموقع. اكتب في جوجل هولي بايبل بس كده، هيطلع لك كل الشبهات اللي حضرتك بتطرحها واللي اخواتك كمان بيطرحوها واللي حضرتك عمرك ما سمعت بيها
وهيرد عليك فيها من النص الاصلي مش مجرد كلام عادي. تخيل انت الاله عندك وصف بان هو خروف، هتقول لي اصل هو مات على الصليب، هقول لك اوكي بس خروف اتشبه بالخروف. لا اصل هو دليل الوداع بس اتشبه بالخروف. ايوه الاله عندي وصف بخروف، انت ايه اللي مزعلك؟ احنا عارفين التفسيرات وعارفين الفهم بتاع المعنى دوت ايه. حضرتك بتقول لان هو صلب على الصليب، لان هو ما اعرفش ايه، لان هو كذا وكذا وكذا. لا، في اسباب تانية كتير جدا ان هو اتوصف بالخروف. ورأيت السيد الرب خروف كأنه مذبوح، سفر الرؤيا يدور عليه هتلاقيه بيتكلم جدا كتير جدا عن التشبيهات وعن الخروف وعن 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 وعن. هتلاقيه بيتكلم عن الأمم بأن هم ذكروا كوحوش. ارجع لسفر دانيال هتلاقيه بيتكلم عن أمة إن هي ذكرت زي التيس، أمة تانية ذكرت زي الطور، أمة تانية زي كذا، أمة تانية زي كذا. فالله لما يحب يتشبه أو يحب يشبه نفسه بأحد خلائقه، فأنت زعلان من إيه؟ فعندنا الله بيشبه نفسه بالخروف، عندنا الله بيشبه نفسه بالحمل، حضرتك زعلان من إيه؟ فهنا إحنا فاهمين الرموز ديت، حضرتك مش فاهمها، فحضرتك خليك على جنب، لأن كمان لما هتكلم معاك وأقول لك التشبيهات اللي تشبه بيها الله عند حضرتك، فهو اتشبه بالشاب الأمرد، ارجع وراجع روايات الشاب الأمرد، اتشبه بأنه هو ليه إيدين ورجلين، اتشبه بانه هو بيجري هرولة، اتشبه انه هو كذا وكذا وكذا. تحب اقول لك التشبيهات ولا نبقى نعمل لها حلقة لوحدها؟ نعمل لها حلقة لوحدها. الكتاب عندك بيقول ان الرب كان بيحلق شعر رجله بمصمص تأجرة، ايه رأيك؟ للأسف لو رجعت اشعياء 8 هتلاقي ان الرب ما كانش بيحلق رجله ولا الرب بيحلق دراعاته، لكن للأسف هنا الرب كان بيدي وصف من سياق النص نفسه ان هو الموس المستأجرة هي اشور، مش ماسك موس وعمال بيحلق، مش ما راحش عند حلاق وبيحلق دقنه او بيحلق شعر رجله. لكن هنا الرب بيقول ان الموس ديت الموس المستأجرة هي اشور، وهتيجي تذل مين؟ هتذل الشعب الاسرائيلي. طب هتذل الشعب الاسرائيلي بسبب ايه؟ بسبب خطاياه. فهنا الشعب الاسرائيلي هو اللي هيكون محلوق. طيب اشمعنى محلوق؟ لان كانت الوسيله التعذيبيه للعبد زمان هو حلاقه شعر الدقن، حلاقه شعر الجسم. فهنا ديت كانت وسيله من اذلال العبيد زمان، فهنا الله ادالهم تشبيه هم يفهموه، لان هم اللي عايشين في الخلفيه الثقافيه دي وهم اللي فاهمينها. يعني لما اجي انا اتكلم مع حضرتك دلوقتي واقول لك ان فلان الفلاني او المحامي اللي اسمه امير نصيف طلع عمل فيديو عن ابو دان، فاول ما اقول لك عمل فيديو عن ابو دان فهتيجي تجري عليه تقول فين الفيديو اللي يخصني؟ ليه؟ لان انا وانت وهو عارفين ان هو مسميك ابو دان. فهنا ديت الخلفيه الثقافيه اللي ما بيننا. لكن لما هروح لحد ما يكونش عارفك وما يكونش عارف امير نصيف واقول له ده عامل فيديو عن ابو دان، فهيقول لي انا مش فاهم يعني ابو دان، فهيكون محتاج يفهم. فحضرتك محتاج تفهم هي يعني ايه وسائل اذلال العبيد، حضرتك محتاج تفهم يعني ايه موس مستأجرة، ومحتاج تقرا النص من اوله، لانك بتاخد الايه وتجري بيها وهي دي العاده. انت عندك يسوع الاله في ايمانك في اربع زانيات في النسب بتاعه، اربع زانيات، واتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل في كتاب صفات الاله والانبياء في كتب اليهود والنصارى. مش بس بتكتفي بانك بتيجي بتدلس، لا ده الغريب انك مع التدليس جايب الحل. يعني مثلا تفسير القوموس تدرس يعقوب ملطي بيقول ان في هنا في عائله نسب يسوع نساء تقيات زي ساره وزي رحيل، لكن الكتاب ما ذكرهمش وذكر اربعه من الزواني. طب ليه ذكر اربعه من الزواني؟ فبيقول هنا لان كما يقول القديس ساويرس الانطاقي ليكشف ان طبيعتنا التي اخطات وسقطت ودارت وتعثرت في الشهوات غير اللائقه والشهوات وتنجست و الى اخره، بيقول ان هذه الطبيعه الخاطيه جه منها انسان غير خاطي علشان يحملها. فبيقول هنا في تفسيره ان ذكرت الزانيات او ذكرت الغير تقيات في سلسله نسب يسوع المسيح علشان يقول ان هم دول اللي محتاجين للخلاص، وهو ده ايماننا. فحضرتك يعني جايب الصفحه لكن محتاج تقرا، محتاج تفهم فقط لا غير. عارف انت لو تفهم
يبقى خلاص مش هتجيب الشبهة. لكن انت جايب الشبهة بالحل قدام الناس. فقبل ما حد يطلع يتطاول على الإسلام ويقول الإسلام هل الإسلام ضعف والكلام السفيه اللي لا يخرج إلا من إنسان غير متزن نفسيا وعقليا وإنسان لا يفكر بدي، يتأكد إن إحنا مش هنسقط على أي واحد بيتطاول على الإسلام. أي حد هيتطاول على الإسلام كاهن أو مش كاهن هنطلع نرد عليه ونكشف كذبه ونكشف قد إيه هو مدلس. احنا مش هنطلع نتطاول على الاسلام ولا نقدر نتطاول على الاسلام، لان احنا اهالينا مسلمين، اخواتنا مسلمين، اصدقائنا مسلمين، احبائنا مسلمين، واحنا مش بنهين عقائد، لكن احنا مجرد ان احنا بنكشف الحق، بنطلع اللي عندنا فقط لا غير. فهنا لما بتقول ان لو حد هيهين الاسلام هنكشف تدليسه، فاكشف تدليسنا. لكن كل اللي انا عايز اقوله لك حاجه واحده بس، ان ارجع لعسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ممكن تقول لي ما هو المقام المحمود؟ ممكن تقول لي ان المقام المحمود اتقال فيه ثلاثة اقوال، منهم قول اللي هو الشفاعة، القول الثاني بيقول ان الله سيجلسه معه على العرش. فلما تيجي تقول ان احنا بنعبد مخلوق، اقول لك ارجع للآية دي وشوف مين اللي بيعبد المخلوق. سلام.